يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ذهب إلى من يرقيه وكان فيه مس، فقال له الراقي احتجب 40 يوما في غرفة، فهل هذا الفعل من السنة؟ دخل الحمية بالرقي، يقرأ عليه ويرقيه خليه يروح. اللي يأمر بالحمية هو الطبيب، أما الراقي ما هو الطبيب. إن كان يحسن الرقية يرقيه، وإن كان ما يحسن الرقية يقول لا أحسن. وأما الحمية والأدوية هذه من اختصاص الأطباء. نعم.